السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أكمل درس الجهاز العصبي لطلاب صف التاسع الأساسي المدرس العاسر عطيان. وقفنا في هذيك الحصة بالنسبة للفيديو الرابع، كنا عم نحكي عن وظائف المخيخ وماذا ينتج عن استئصال الكائن الفقاري. أما هلأ رح ننتقل لعمل أو وظيفة البصلة السيسائية والنخاع الشوكي. هلأ أول شغلة لازم تنتبهوا لي عليها إنه تفهموا فهم قبل ما نحفظ حفظ. لاحظوا البصل السيسائي والنخاع الشوكي، اتفقنا من قبل انه هن رفقات، من برا مادة بيضاء من جوا مادة رمادية. بدي تاخدي ببالك دائما انه المادة البيضاء طريق، دائما السيالات العصبية بتمر من المادة البيضاء، لكن المادة الرمادية شوية انسي، قال هي مركز عصبي، فالمادة البيضاء طريق عشان تنتقل السيالات الحسية الصاعدة، تحسي دائما صاعد للمراكز، والحركي النازل من المراكز. طيب، لكن شو يعني مركز عصبي؟ طلع البصل السيسائي والنخاع الشوكي مادتهم الرمادية مركز للمنعكسات. شو يعني منعكسات؟ أفعال لا إرادية، تمام؟ لا يسهم فيه المخ أبداً. المخ مركز، بس شو؟ يعني أنت لما بتفعل شغلة المخ بتدخل فيها بتقولي فعل إرادي، أما لما بتقولي فعل إنعكاسي يا بصل يا نخاع. فملاحظ وظائف البصل السيسائي والنخاع الشوكي اثنيناتهم مركزات للأفعال اللا إرادية الإنعكاسية بمادتهم الرمادية. أما بمادتهم البيضاء طريق لنقل السيارات العصبية الحسية من المحيط إلى المخ يعني المستقبلات، والسيارات العصبية الحركية من المخ للعضلات المخططة. كلمة مخططة ليش ركزوا لك عليها؟ لأن المخططة عضلات إرادية، أما المنسى لا إرادية. الحركات الانعكاسية حاكين عليها هون، انه قالوا لك الحركات الانعكاسية عبارة كل فعل لا ارادي لا يسهم المخ فيه نهائيا. لاحظوا بنات، في عنا نحن هون منعكسات شوكية ومنعكسات بصلية. المنعكسات الشوكية والبصلية بيجي على شكل مقارنة من حيث المركز والامثلة. منعكسات الشوكية في المادة الرمادية، طب بس سمعتي مركز في مادة رمادية تمام، وشوكية مع نخاع شوكي. منعكسات كمان مادة رمادية بصلية البصل السيسائية. اسمعوا لحفظكم اياهم. في عندي ثلاث منعكسات للنخاع الشوكي، والباقي كلياتهم لمين؟ للبصلة السيسائية. منعكسات الشوكية ثلاثة: المشي اللاشعوري والتعرق والمنعكس الضاغسي. قالوا النخاع الشوكي انا لي ثلاثة والباقي كلهم طول للبصلة السيسائية. فالمنعكسات الشوكية عبارة عن المشي اللاشعوري والتعرق والمنعكس الضاغسي، هو ثلاثة. أما الباقيين كلهم مثل إيش يعني كلهم يا أنسي؟ مثل تنفس، بلع، عطاس، إقياء، إفراز لعاب، حركات القلب، كلياتهم المادة منعكسات بصلية، يعني المادة الرمادية للبصلة السيسائية. وذكروا لكم هون حركة الانعكاسية الشوكية لما نلمس جسم ساخن، مثلا جسم الساخن لمسه وشد الايد هي عبارة، معناتها اسمعوا لفرجيكم من انعكاسات الشوكية. لمس جسم ساخن وسحب اليد، مثل تلمسي الصوبة وتسحب ايدك بدون وعي، هذا منعكس شوكي. لما الطبيب يضرب بالمطرقة على المنطقة الضاغس موجود تحت الضاغسة في الركبة، تمام، فبتطلع اجرك بشكل مفاجئ، فهذا منعكس شوكي. دبوس بالجلد منعكس شوكي. تعالى نشوف شو بيصير منعكس الشوكي، شو ما بيطلع للمخ ابدا، شو لك بنسحب ايدنا. نحن عنا هون مستقبل، تمام، يعني جلدك هذا دبوس. تعالى نشوف جكت ايدنا، انت مانك بتتبها حدا شك ايدك بالدبوس، فانت سحبت ايدك بسرعه فائقه قبل ما تفكر في الموضوع. أول شغلة لازم يكون عنا مستقبل فعل الانعكاس، لازم يكون في عندي مستقبل يعني مثل الجلد. وهالألياف العصبية الحسية، لاحظوا شو عم بتتبع أنا، ألياف عصبية حسية بتمر من الجذر الخلفي العصبي الشوكي وبتروح، ما بتطلع لفوق، لا، تفوت على النخاع الشوكي، تمام؟ لاحظوا فاتت على النخاع الشوكي، مركز عصبي هو النخاع الشوكي، ما طلعت على المخ، تبعتها لخلية حسية حركية، تطلع من المركز، لاحظوا على شكل قوس، يعني دخلنا هيك. طلعنا من النخاع الشوكي، طلعنا من النخاع الشوكي بألياف محركة. آخر شيء هون العضلة المنفذة، العضلات المنعكسات
خليكم الرسمة كتير مهمة. هاي عقدة شوكية، طبعا الانتفاخ دائما عقدة شوكية، هذا جزر خلفي تمام. أما اللي بشرح لك عليه هذا عصب حسي، هو النخاع شوكي، هذا عصبون موصل. شو يعني عصبون موصل؟ بيوصل بين الحسي وبين الحركي، عصبون بالنص بيناتهم اسمه عصبون موصل، بيني بين اتنين. بعدين جزر أمامي عصبون حركي، بعدين عصب شوكي، بعدين عضلة منفذة. طلعوا شو عم نحكي هون؟ عناصر الحركة الانعكاسية. بس سمعتي انعكاسية معناتها المركز بده يكون نخاع شوكي. لاحظوا، طيب أول شي لازم يكون مستقبل. اثنين، ألياف عصبية حسية. بس رحنا على المركز حسي، نطلع من المركز حركي. لاحظتوا؟ بنفوت على المركز حسي ونطلع من المركز حركي، بعدين العضو المنفذ. هذا السنين محذوف بالنسبة لطلاب التاسع، بس راح أحكي فيه. وظائف الجهاز العصبي الذاتي، هو بس هالسنة حذفوه. الجهاز العصبي الذاتي قلت لكم هو فعل لا إرادي، بيهتم بالوظائف التغذية مثل الهضم والدوران والإطراح والإفراز. هن جملتين متعاكستين، جملة ودية وجملة قرب ودية، تعمل بشكل متعاكس. كلمة متعاكس يعني عكس بعض، واحدة بتتوسع واحدة بتضيق. لكن شو يعني آلية انعكاسية؟ آلية انعكاسية يعني لا إرادية. عنا لحفظك شغلة، أول شغلة إنه جملة ودية تعمل في حالة الخوف والقلق، أما قرب ودية أو نظيرة ودية أو شبيه ودية تعمل في حالة الراحة. طيب إذا قلت لك أنا لما ترتعب القلب شو بيصير؟ تزيد ضربات قلبه، بعدها مع عكسه شو؟ تقل ضربات القلب. لما بنرتفع لما بنرتعب تتوسع الحدقة، ولما ما بنرتعب يعني نرتاح بتضيق الحدقة. بصير لما بنرتعب بزيد معدل التنفس فتتوسع القصبات والقصيبات، أما في حالة قرب ودية تتضيق. أبي أقولك أي جملتين تعمل في حالة الخطر والخوف جملة ودية، وأيما تعمل في حالة الاسترخاء والراحة نظيرة ودية. لماذا تعملها بشكل متعاكس؟ لازم يكون متعاكس. يا والله زادوا دقات القلب لازم شي نقصهم، زاد عن معدل الهضم لازم في شي نقصه. مثلا ليش تعملها بشكل متعاكس؟ إن التوازن لتوازن بين عمل جملتين لتنظيم عمل الأحشاء الداخلية، مشان تنظيم عمل الأحشاء الداخلية. طيب دولا نفهمكم وظائف الجهاز العصبي الإرادي. الإرادي طبعا في عنا، أنا قلت لكم في عندي أعصاب حسية وأعصاب حركية وأعصاب مختلطة. ذكرت لكم من قبل إنه الأعصاب الحسية بتنقل التنبيه أو السيالة العصبية من وين؟ انتبهوا، من أعضاء الحس للمركز، من أعضاء الحس اللي تمام. من أعضاء الحس للمركز العصبي، أعصاب حسية بتعرف أعصاب بصري. أما الحركية المفرزة من المركز للأعضاء المنفذة. لاحظتوا؟ يعني واحدة بتنقل التنبيه على المركز هاي الحسية، واحدة بتنقل من المركز للعضلات المنفذة هي اسمها حركية. المختلطة اللي بتنقل باتجاهين متعاكسين، يعني بتنقل للمركز وبتطلع من المركز مثل الشوكية. ماشي؟ إذا بتقولك ليش سميت الأعصاب الشوكية بهذا الاسم؟ بتقولي لأنه طاقة السيالة العصبية باتجاهين متعاكسين، احتوائها على ألياف ألياف حسية وألياف حركية. نكون خلصنا هذا الدرس. هي أسئلته كتير بسيطة. باحث بصري موجودة في الفص القفوي، مركز تعرق موجودة في النخاع، مادة رمادية النخاع الشوكي. لاحظوا قالوا مادة رمادية. تخريب المنطقة أمام شق الرندو، إن أمام شق الرندو وهي منطقة جبهية مسؤولة باحثة عن الحركات الإرادية، معناتها نحن نتوقف الحركات الإرادية. باحث إحساسات العامة تقع أمام شق الرندو، خطأ، خلف شق الرندو. باحث سمعية تقع في الفص السطحي، صح. مركز وقف حركات القلب في المادة البيضاء البصلي، شوفي مدام قالوا مركز معناتها خطأ المادة البيضاء، مادة رمادية. جملة ودية تسرع ضربات القلب، تحت. لماذا تعد الأعصاب الشوكية مختلطة؟ لأنها تحوي ألياف حسية وألياف حركية، تنقل السيالة باتجاهين متعاكسين. بالنسبة لصحة الجهاز العصبي محذوف من طلاب التاسع سنة.
ما أنا مطلوب.